معنا السيد عبد المجيد الحمدوي المسؤول عن الإعلام والتواصل بالمهرجان الأول الدولي للطيران الشراعي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. هذا هو أول مهرجان، يعني كيفاش وجدتوا استقبال ديال الساكنة في هذه المنطقة الجبلية البعيدة من قلعة مقونة؟ هل وجدتوا شي ترحاب؟ واش تقبل المهرجان بحال هذا اللي كيتعلق بالطيران وبالقفز بالمظلات؟ طبعا احنا بدا اولا اليوم سعداء باعطاء الانطلاقه ديال المهرجان الاول للطيران الشراعي بمنطقه تعليويت اللي تابعه لقلعه مقونه، ومدينه قلعه مقونه المعروفه وطنيا وربما حتى دوليا بانتاج الورود، كذلك فهي تابعه لواحد المنطقه اللي هو اقليم تنغير اللي هو اقليم الفتي. الدوافع الأولى اللي جعلتنا أننا نفكر في هذه المنطقة، هذا يعني فكرة ليست أتية من فراغ، بل بعد دراسة أولا دراسة ديال الوسط من الناحية الجغرافية والناحية التاريخية وأيضا الناحية الحضارية ديال المنطقة. منطقة غنية بثرواتها البشرية والطبيعية، غنية بثقافتها وغنية كذلك بسياحتها. في البداية كانت لابد هناك بعض الصعوبات في تهيئة مثل هذه المهرجانات اللي عنده طابع دولي، اللي كيعرف مشاركة ديال عدد من الدول كإيطاليا وكأمريكا ودول عربية من العراق وفرنسا، وبحضور أيضا وسائل إعلام وطنية ودولية. هذا في بداية ممكن أن أقول أننا قد حققنا أكثر من 50% من الغاية من هذا المهرجان، اللي كانت توخوا منه ليس فقط يكون عنده هدف رياضي، لأن هذا رياضة غير معروفة عند الطبقات الشعبية، فهي رياضة جديدة على المواطن، ولكن محاولتنا أن إقحام نوع ديال هذه الرياضات وإشراك ساكنة المنطقة في عملية اللي كتجمع ما بين الرياضة والثقافة والسياحة. ما يثبت ذلك وهو أن المهرجان لا يقتصر فقط على العروض التي سيقدمها المشاركين في الطيران الشراعي، بل هناك معارض لتقديم المنتوجات المحلية من ورود والشيح وعسل إلى غير ذلك، وهذا منتوج محلي محض حتى يتمكن الزائر ويتمكن المشارك الوطني أو الأجنبي من التعرف على القيمة ديال هذه المنطقة اللي هي منطقة تعليويت، واللي كنتمنى أنه لا يقتصر هذا المهرجان هو المهرجان الأول، بل من اليوم سوف نفكر في المهرجان الثاني. أولا وقبل كل شيء لابد من التنويه بصاحب الفكرة وهو رئيس الطيران المدني في المغرب واللي هو ابن المنطقة، فكلنا شرف احنا في المؤسسة ديال ورزيز الكبرى أننا ندير معهم شراكة يعني في المهرجان. كانت شراكة متكاملة بحكم أنهم يتقنون الميدان التقني، ولنا كذلك علاقات ولنا يعني اتصالات، يعني احنا من سبق مؤسسة، وهذا المهرجان يندرج تماما في ما رسمناه في القوانين ديال المؤسسة ديال الوزارة الكبرى للتنمية المستدامة. في الوقت اللي تنتكلموا على التنمية تنتكلموا على التنمية البشرية وتنتكلموا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى غير ذلك، فهذا المهرجان ينطبق تماما لقوانيننا. فانطلقنا في مبادرة في واحد النوع ديال المغامرة لأول مرة أنه نضموا هذا المهرجان. والآن غينجي للسؤال ديالك، هذا المهرجان احنا تنعتقد بان السياحه انواع، هنالك سائح يمر من قلعه مقونه مرور الكرام، واردنا ان يكون سائح يستقر لعده ايام في المنطقه لتستفيد منه المنطقه من جهه، ويستفيد المقاولون في السياحه، ويستفيد أصحاب النقل، ويستفيد الناس اللي تبيع المواد الاستهلاكية إلى غير ذلك، فتنخلقوا واحد الفضاء واحد المناخ. فاخترنا المنطقة ديال قلعة مقونة لجمال مناظرها، لجبالها الشامخة،
الاسم ديال تاع الويت اللي هو اسم مشهور يعني في تاريخ المنطقة، واخترناه كذلك لتنوع القبائل اللي هي موجودة هنا، واللي هاد السائح من هاد النوع ماشي غير السياحة الرياضية فقط، ولكنه يتعرف على إثنيات لها تقاليد، لها تاريخ، لها حضارة، لها معالم، لها مكاسب تاريخية، وتتكون واحد نوع ديال الدراسات سوسيولوجية في نفس الوقت لهاد الناس، وهذا بغينا باش يكون تعرف على المنطقة أكثر، وبغينا الانتعاش الاقتصادي من جهة أخرى. ورغبتنا أننا الوقت فاش هاد الناس غادي يكتشفوا المنطقة ديالنا وغيكتشفوا القيم اللي تفقدات يعني في المناطق من الجهة الأخرى ديال البحر وفي الدول المصنعة إلى غير ذلك، فأعتقد أن ربما يعني هاد الناس غادي يرجعوا كل سنة، وربما يرجعوا كفرادة وكعائلات في وقت معين، وقت فاش يكون عنده فراغ يقبض الطائرة ويجي، لأنه تعرف أنه الموقع موقع ممتاز للهوية ديالو اللي هي الطيران الشراعي بامتياز. فشفنا نماذج ديال هذا الصباح، فكان داكشي رائع وكان في المستوى الكبير، وتنتمناو ان النفع اللي احنا تنترجوه من هذه المبادره ومن هذه العمليه انه يتعمم على مستوى ديال المنطقه ديال الاقاليم ديالنا الثلاث منطقه ورزه الكبرى ككل، فممكن نكتشفوا اماكن اخرى في المنطقه ديال زاكورا، في المنطقه ديال مغران، في المنطقه ديال الوات الى غير ذلك. ولكن الى نجحنا في هذا الاول ونجحنا في هذه العمليه، والحمد لله النجاح ظاهر من الاول لان الاقبال ديال الناس، فعندنا عده هويات اليوم دابا اللي شفنا، عندنا الفرنسويين، عندنا الطليان، وعندنا حتى اكراد العراق غادي يجيو، عندنا الافغان غادي يجيو كذلك، واللي هو مفيد في العمليه في هذا المهرجان كله هو مصاحبه الصحفيين لهذا النوع ديال الرياضه. فهنالك حسب المعلومات ديالي ما يفوق من 30 صحفي من جميع الانواع، بما فيهم مونتي كارلو، بما فيهم فرانس 24، بما فيهم كذا الى اخره. فهذا كله من شانه انه يدير واحد النوع ديال الاشهار في المستوى المنطقه ديالنا والمغرب ديالنا، اللي هو تيمكن يعني ناكد على حسب القناعه الشخصيه ديالي المتواضعه انه جوج المؤهلات الاساسيه هما اللي عند المغرب باش يتنمى ويحصل على العمله الصعبه هو السياحه وهي السينما، فلا بد ان نشتغلوا في جوج الميادين لتنميه بلادنا. Thank you.
إذن المهرجان الدولي الأول للطيران الشراعي يطفئ شمعته الأولى، وساكنة المنطقة تنتظر أن تشتعل شمع أخرى من أجل التنمية انطلاقا من القيمة المضافة التي سيعطيها هذا المهرجان. محمد المبارك البومسولي، لحسن والي، قناة أطلس ميديا، تعلويت، قلعة مقونة. كان هذا ما لدينا لليوم باسمي وباسم أسرة القناة. نشكركم على حسن تتبعكم ونطيب لكم موعدا في الأسبوع المقبل إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.